احتجاجات مناهضة للإغلاق ولأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد. لقد خرج آلاف الأشخاص في مسيرة في وسط لندن في ظل وجود مكثف للشرطة احتجاجاً على إجراءات الإغلاق. تجمع المتظاهرون في ركن المتحدثين بجوار هايد بارك في حوالي منتصف النهار، حيث ألقى بيريس كوبين رئيس مكافحة الإغلاق خطاباً قال فيه إنه لن يأخذ لقاحاً أبداً، وادعى كذباً أن حجم الوفيات الناجمة عن كوفيد لا يختلف عن تلك الناجمة عن الإنفلونزا كل عام. سنوافيكم ببقية الأخبار لاحقاً. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. مع السلامة. كلهم مو لا ما في أحد فيهم لابس ماسك، ما في أحد فيهم لابس ماسك. شوف شوف ولا واحد لابس ماسك. ها